والتعذيب وعن وفاة الدكتور محمد مرسي واغتياله في محبسه. يوم الاربع من 9 لـ 12:30 تسعة صباحا لـ 12:30 ظهرا في جنيف المناقشة الدورية لملف المصري في حقوق الانسان واللي بيناقش كل 4 سنوات. مهم جدا بالله عليكم الاحرار من مصر ومن كل الدول العربية يكونوا موجودين قدام مقر الأمم المتحدة. بعد حديث المقررة الأممية كالامار واللي أكدت من جديد أن الدكتور مرسي قتل تعسفيا حصل مشاهد النهاردة. خلينا نشوف التأكيد. أصدرنا بيانا صحفيا برزنا فيه المزاعم القوية والأدلة بشأن ظروف السجن التي أفضت وتسببت في وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وتحت هذه الظروف حدثت وفاة غير قانونية للرئيس مرسي تعد قتلا تعسفيا، وظروف الاحتجاز هذه بما فيها الحبس الانفرادي لـ22 ساعة يوميا تضمنت أيضا الحرمان من الرعاية الصحية ومن الغذاء الكافي، إضافة إلى ظروف معيشية وظروف نوم سيئة. وقد عانى الدكتور مرسي من مشاكل صحية كثيرة خصوصا مرض السكري، وللأسف لم يحظى برعاية صحية مناسبة ما تسببت في إصابته بالعمى في إحدى عينيه وأن يعاني من نوبات سكري عديدة. كل هذه الظروف تشير إلى معاملة غير إنسانية أدت إلى وفاته. طبعا الكلام ده والمهلة التي أعطيت للنظام المصري للرد على معطيات هذا التقرير خلى النظام المجرم في مصر يصحى بدري قوي 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 النهاردة ويروح سجون مصر عشان يعمل اللقطة العفنة اللي عملوها النهاردة. لا يطلق على هذه اللقطة استنطاع شعب او استحماره او استسياسه مستقى من السيسي، وهو نوع من انواع مهم. 100 مليون مصري النهارده اكتشفوا ان سجون مصر بقت زي هيسندا كده مثلا، زي بالم بيتش، يعني زي بورتو، بقت 5 نجوم. ده بياكلوا المساجين نعام. ده مرسي الله يرحمه رئيس دولة كانوا لما يتعظموا ويكذبوا يقول لك بياكل بط. المساجين بياكلوا نعام وشاورما وكباب على الفحم وشوية حاجات. المصريين اللي مش معتقلين في غالب الأعام ما يقدروش عليها أصلا. صور جولة تفقدية داخل مطعم سجون ترى، بوابة أخبار اليوم. يا سلام يا سلام. كمان بيربوا النعام مش بيشتروه عشان كل حاجة تبقى كويسة جدا وبقيمة غذائية والنعام ما ياكلش أي حاجة. لا مش أي حاجة. بص على الأسياخ اللي انتوا هاتوا كده الأسياخ، شوف الأسياخ لسه طالعة من الدرج. الأسياخ دي يا جماعة لما تشوفها في أي حتة بعد استخدامها كم مرة ما بيبقاش لونها، في زوايا تانية ليها تشوف ما تبقاش لونها طالعة من الـ من الـ من النيش بهذا الشكل. دي اطباق الفاكهة بعد الاكل طبعا، يعني واحد بياكل نعام وكباب وبتاع وكده هيحل ايه؟ صور غريبة جدا. لا يوجد اي فن في التعريض او الكذب. الدول الأكثر ديمقراطية في العالم سجونها مش كده. يعني ما تلاقيش مثلا سجين عايز يبل ريقه بشوية سيفن ولا بيبسي فيخرج يشتري من التلاجة أو يعمل كوباية نسكافيه من الأوبن بوفيه ده مثلا. يعني بقول لك فجور هذه العصابة واللي أرخص حاجة عندها الموت، اسهل حاجة عندها انها تقتل الناس، خلاها تخترع مثل تلك اللقطات بهذا الشكل الحقير واللي فيه استحمار للشعب بشكل غير مسبوق.
بشكل غير مسبوق والله. في استاذ محمد سيف الدولة كتب النهاردة وقال: حين سئل الصحفي الكبير، بعتها لكم، شكرا جزيلا. حين سئل الصحفي الكبير حمدي أنديل عليه رحمة الله ما الذي تخجل وتندم عليه في تاريخك الإعلامي وتود الاعتذار عنه، أجاب بأنه ذلك اليوم في الستينيات والذي نفذ ما طلب منه من أن يجري حديثا صحفيا مع المعتقلين من الإخوان المسلمين في السجن الحربي، موضحا ما معناه أنه لا يصح أن تذهب وأنت رجلا طليقا تمثل السلطة وإعلامها لتحاور من هم مقيدين بالسلاسل وتتصور أن لهذا الحديث أي مصداقية. طبعا بيتحدث عن الحديث اللي دار النهاردة مع حازم عبد العظيم، ربنا يفك أسره هو واللي زيه. بمناسبة الصور اللي نشروها بتاعت النعام والمشروبات والفواكه، للأسف الشديد زي ما بيعلق أستاذ محمد سيف الدولة، تم استدعاء ناشط السياسي البارز مهندس حازم عبد العظيم، واللي كان عضو في اللي هي الناس اللي بتاعت حملة السيسي، تم إجباره النهاردة على عمل تلك اللقطة عشان يخرج، لعله يخرج. قال لك الأكل فوق الوصف، مش ناقصنا غير لمبة نيون زيادة في السجن ويبقى كل حاجة تمام التمام. بالنسبة للتعيين الأكل مثلاً بصراحة فوق ما أنا متخيل، أنا مش بجابل، بس يعني مثلاً بيجي لنا لحمة بس يعني قال له لو يعني تزودوا البابا غنوج. شوف هذا القهر. بقول لك انا بدات لك ليه بالبوست اللي كتبه استاذ محمد سيف الدوله، لانه معبر جدا، دي حقاره وفجور. هذا الرجل مرغم، بقولها لك عن يقين. مرحلة خزعبلية بلدي بتعيشها، وكأن هذه المشاهد الناس هتصدقها. الوضع فوق المؤسف يا جماعة، ولازم المشهد يخرج بسرعة، بتاع بعد أقل من 48 ساعة، 36 أقل من 36 ساعة. المراجعة الدورية اللي بتحصل كل 4 سنين، الهيئة العامة للاستعلامات اللي بيرأسها ضياء رشوان، يا رشوان اللي لسه كان بيتكلم مع زمايله الصحفيين عرضناها لك من كام يوم، وحكى او حكوا او المشهد تمخض نتيجة حوارات متبادلة عن الوضع المزري لما كان يسمى اعلاما في مصر. هيئة الاستعلامات اللي بيرأسها ضياء رشوان نشرت مشاهد لكمباوند، وكأن السجن بقى كومباوند. حقيقة في تويتة عجبتني برضو على خصوص الكومباوند، كتبت: أتمنى الوفد استمتع بجولته في ترى. في الصيف بقى إن شاء الله لما الأحلى هيكون أحلى، لما البسين بيفتح حمام السباحة، وبتطلب دينا من الوفد إن هم يجيبوا معاهم مايوهاتهم المرة الجاية، يعني عشان يستمتعوا بقى، لأن الزيارة اللي في الصيف إن شاء الله هتكون غير الشتاء. فمحمد احمد بيقول لها: لا، ما دي اللقطه الجايه، بيسين بميه سخنه في الشتاء بارده في الصيف، على اغنيه انغام الحياه حلوه. عمرو بيقول: لحمه في الزنزانه بلد البوليكه، البزرمي حاجه، البوليكه دي زي البزرميت يعني.
هيئة الاستعلامات بتنشر مشاهد لكومباوند، والمشاهد كانت مؤسفة جدا. حازم عبد العظيم للأسف ظهر بمظهر ضعيف البنية جدا، خاسس جدا جدا جدا، لكن أعتقد أن حضراتكم متفاهمين الضغوط النفسية والجسدية والتعذيب والقهر اللي في السجون. ربنا ما يكتب بيه على حد ويفك أسر أهلنا وناسنا. أعتقد حضراتكم فاهمين ليه حازم عبد العظيم طلع بهذا الشكل. تذكرة بس، الناس كانت بتخون حازم. الرجل ربنا أهم من يكتب في التاريخ أن يكتب في ميزان حسناته، تحدث وتراجع وأعلن كلمته مدوية من داخل البلاد إلى أن ألقي القبض عليه. حازم مجبرينه يبرر وزنه اللي نزل. وزنه نزل لأنه في تعذيب، في ظلم، في قمع. حازم عبد العظيم كان جاري، أنا عارف يعني البنية الجسمانية لحازم عبد العظيم كويس، مش هو اللي بيحاول يخسس نفسه في قتل بالتصوير البطيء. ودي صور ناس كتير حالها زي حال حازم بالضبط، صور بتوريك قد ايه السجون المصرية بشعة ولا إنسانية وقاتلة. بص الفرود، احمد عار، محمد سلطان، بلتاجي، حسام سلطان، ربنا يفك اسرهم جميعا، دكتور سعد الكتاتني ربنا يفك اسره هو واللي زيه، البلتاجي، كلهم. شفت زي حازم كده؟ احمد عارف، الناس دي وزنها خس بالشكل ده لان في تعذيب وقمع وسوء تغذية، في قتل بالبطيء. هذا القتل عبر عنه محمد سلطان لما خرج من المعتقل واستطاع ان يقول كلمته. What El-Sisi calls measures to restore security include the massacre of at least 800 Muslim Brotherhood supporters in Cairo's Rabah Square. In August 2013, after weeks of protests, Egyptian forces moved in. Among the survivors was Mohammed Sultan, the Egyptian-American imprisoned for reporting false news. حازم عبد العظيم اتكلم عن مشاكل بسيطة غير اللمبة النيون بيعاني منها، زي ما بقول لك كده، بس يعني ما فيش مسترد مع البرجر. قال لك في تأخير بسيط في الزيارة، تأخير بسيط جدا في الزيارة، يعني لو تزبطوها هيبقى الأمور تمام. بس لو قال له لو تظبطوا الوضع شويه الدنيا، بعض الملاحظات البسيطه هتحسن المستوى. شيء يصيب بالقهر، الشعب بره بياكل من الزباله، واصبحت فره ولقطه تتكرر كل يوم الاف المرات، في حين المساجين السياسيين بياكلوا نعام وكباب وبيحلوا بفاكهة نص الشعب ما يعرفش اسمها حتى. ما تاكليش من الزبالة طيب، خلي بالك الأكل ده هيجيب لك مرض. الأكل ده هيجيب لك مرض.
الله.